هذا الرجل الآخر في مثال آخر، هذا من فرنسا مسيحي اسمه وارتون كرباس، سمى نفسه لاحقا حسين الاثنى عشري. فهذا قصته مفصلة وفي فرنسا، وتخصص الهندسة، هندسة الراديو والكهرباء. ثم جاء إلى إيران وابتلي بمرض عضال، شلون يشتغل في المطار، مطار مهرباد، ابتلي بمرض عضال، اشتد عليه المرض، الأطباء شخصوا بأنه لازم يجري عملية جراحية، أجرى عملية جراحية ما فادت، الألم يشتد عليه. يوم من الأيام يسمع صوت مجلس من المنزل المجاور، يروح المجلس، مجلس الإمام الحسين عليه السلام. أحد ذول الخدم في المجلس يجيب له كأس شاي، شو طريق الهداية، كأس الشاي يصير طريق هداية. أخذ كأس الشاي، فاللحظة فكر ويا نفسه أنه يا رب إذا الحسين حق والإسلام على حق فاجعل شفائي في هذا الشربة، هاي الشاي، شرب الشاي وشفي تماما وأعلن إسلامه. طريق هداية كأس الشاي في مجلس السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام.